السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. صدق الله العظيم. حرما يا حاج. جمعا إن شاء الله يا فاطمة. متهيألي إنك اتأخرت يا أبو وحيد، الساعة بقت 8. وحيد صحي؟ لسه نايم. لسه نايم؟ روحي صحيح يا شيخة. يعني انت مش عارفه يصحى وقت ما يعجبه، انت عاوزه يعمل لنا دورة صباحية؟ انا مش فاهم ازاي جايله قلبي ينام النهاردة. يا اخويا خليه يرتاح، كفاية عليه سهر المذاكرة، يعني هو وراه حاجة؟ النهاردة هتظهر النتيجة. الشهادة الكبيرة؟ ايوة، وهيعلقوا اسامي الناجحين. والنبي والنبي، امال انا متاخر عن شغلي ليه؟ نفسي اوصل للمدرسه اشوف اسمه واطمن. ولسه قاعد يا قلبك يا حاج؟ يلا روح روح اوام وارجع طمني. اهلي رايح يا فاطمه، لكن اقول لك الحق، انا ماسك قلبي بايدي. والله ان كان خير فرحنا به، وان كان خير خير ان شاء الله. ان شاء الله يا فاطمه. انا قلبي حاسس انه ناجح المره دي. بإذن الله هتلاقي اسمه من الناجحين. من بقك للسما يا فاطمة، يا رب فك عقدته بقى. إن شاء الله يا رب يا رب. إلا أنا خلاص يا فاطمة، وسط التنه والحمل تقل عليا. معلش معلش هانت، ربنا يقويك ويخليك لنا. طيب فوتك بعافية. مع السلامة، ربنا يطمن قلبك ويجعلك بشرة خير يا رب. مبروك يا جلال. مبروك انت كمان. ما تيأس يا عبد الحميد، في دور تاني عشان تستفيد. عجيبة، انا مش فاهم ازاي ما كتبوش اسمي هنا واسمي انا ازاي ما اتحطش هنا. اسمك انت؟ اسمك اكبر من انه ينكتب هنا يا اكرام بيه سنة اولى الناحية التانية. انت بتقلس يا سفيدو. فيدو. هو 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 سامع. طب والله العظيم ما انا معتبها بعد السنة دي، فاكرني ايه محتاج لها؟ بناقص شهادة، فلوس ابويا زي التبن يا فندم. تبن؟ فاصوليا فاصوليا. اه فاصوليا. ايه ده؟ ما تفتح يا اخينا انت. لا مؤاخذة يا ابني سامحني، قول لي يا حبيبي نتيجة الدبلوم فين؟ دبلوم ليه؟ عاوز تبشر مين وتخبط الحلاوة؟ ابني. ابنك انت في الدبلوم؟ ايوه، وحيد امام محمد ابني. وحيد امام؟ ابنك انت؟ ايوه. وحيد امام محمد يبقى ابنك انت؟ ايوه ابني انا. ابو وحيد امام محمد فراش. حلوه دي. وحيد نجح وحيد نجح وحيد نجح, نجح. ابني نجح وحيد خد الشهاده بقى. انا ما تحاسب يا اسطى. الله وحيد مبروك. ايه حصل لك حاجه؟ لا مفيش حاجه، الف مبروك. طب قول لي قول لي قول لي ايه اللي جابك هنا؟ جيت اشوف اسمك. اسمي وطلع؟ ايوه اسمك اولهم. انا نجحت نجحت يا بابا نجحت. اركب 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 ليه يا انت يا بابا؟ ما تفتحليش وسط زملائي. افضحك ازاي؟ درى 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 في عرضك يا بابا. الحمد لله يا حبيبي. وصل اوام يا اسطى وصله. شكرا شكرا وحيد اهو. مبروك وحيد. مبروك مبروك وحيد اهو. وحيد اهو. مبروك يا وحيد. وحيد مبروك يا وحيد. عقبالك عقبالك. لا من جهتي انا شخص بطل. لازم تعمل لنا حفلة. ايوه حفلة 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 حفلة. انا معاك ويعمل حفلة، لكن لازم يجيب فيها حياة صبري. واحد ناجح. ابنه ناجح. ابنه ناجح. واحد ناجح. الشهادة كبيرة. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. صباح الخير يا سعادة البيه. صباح الخير يا حاج. ها زي الحال. سبع ولا سبع يا سعادة البيه؟ وابن سبعة نجح. وحيد نجح خد الشهادة الكبيرة يا سعادة البيه. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، أنا متلخبط. أنا فرحان فرحان قوي يا سعادة البيه. وأنا كمان فرحت لك. مبروك. الله يبارك فيك يا سعادة البيه. أظن ما ارتحت دلوقتي يا حاج. يا سلام يا سعادة البيه، ده كان حمل تقيل قوي. الله يكون في عون الابهات. انا متهيألي رجعت 30 سنة لورا. امال فين الشربات يا راجل؟ موجود يا سعادة البيه، شربات وعشا. ده يبقى من سعد يا سعادة البيه لو تنزلت وشرفتني الليلة. فين؟
في بيت محسوبك يا سعادة البيه، حفلة كده على قد الحياة بلدي، وحياة البيه الصغير تشرفني وتكبر خاطر يا سعادة البيه. عامل سهرة؟ للصبح يا سعادة البيه، دي الليلة اللي مكتوبة لي في العمر. وهو كذلك، جاي إن شاء الله. جاي يا سعادة البيه، هتشرفني. إلهي طول عمرك. قالت لأمي سيبك منه وأنا أجوزك أحسن منه، قالت لأمي سيبك منه وأنا أجوزك أحسن منه، كان على عيني كان على عيني كان على عيني على عيني يا أبا. قطعت قلبي 200 حتة، وكل ساعة اروح لطبيب يكتب لي حبك رشدة، فايتني يوم واحد منه وضحنا في 12 منه، كان على عيني كان على عيني كان على عيني على عيني يا أما. قالت لأمي سيبك منه وأنا جوزك كان على عيني كان على عيني كان على عيني على عيني يا أما. عزيم قاعدة والعريس يبقى غربان. تعال تعال سلم على الناس اللي قاعدة مزنيينك عشان يهنوك. ناس مين دول؟ ناس مين ازاي؟ ده الحاج عبد الحميد والشيخ دسوقي وسعطية الساعي والمعلم صابر الاهواجي ولاد حتتنا. ولاد حتتك انت؟ انا ما اعرفهمش. الله 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 الله. طب كان الود ودي اني اجيب لك علمه وزفك الليلادي. يا شيخه بطلوا حاجات البلد بتاعتكم دي بقى. هو الفرح في بلدي وفرنجي يا وحيد يا ابني؟ والله احنا بنتكسف منكم. ليه يا حبيبي؟ كفى الله الشر. الناس بتترقى وبتتقدم وانتوا هتفضلوا طول عمركم بلدي بالشكل ده. انت يا ابني بتناكب فينا كده ليه؟
ايه الذنب اللي عملناه عشان تعاملنا بالشكل ده؟ يسرى تحت ايدك لنزل عندك. معلش معلش يا حاج، بيتدلى علينا. هو احنا لنا كم وحيد؟ يا ناس كان عندكم راحة، ما دماغك ما هتنفجر. بعد الشر يا ضلال ان شاء الله. انا يا حبيبي اجيب لك ايه؟ هعمل لك ايه؟ وما تجيبليش حاجه، سيبوني سيبوني لوحدي. رحمة تعال يا فندم. احنا نستاهل اكتر من كده يا فاطمه. اللي زرعناه بايدينا ادي احنا بنحصده. فضلنا ندلعه ونهننه، ولما كبر عملنا له خدينا مداس وهداس. العوض على الله. حج امام يا حج امام. شوفي مين يا فاطمة. ايوه مين يا حج امام؟ يا حج يا حاج عبد الحميد. الجه هو مين اللي جه؟ البيه المدير. البيه المدير؟ ايوه خليه ينزل اوام عشان يقابله. البيه المدير شرفنا. ايوه يا الف خطوه عديده يا حاج. يا حاج يا حاج يا حاج الحاج عبد الحميد بيقول ان المدير شرف. قوم قوم قابله، قوم احسن ما يكونش حد معاه. اجري اجري يا حاج. يلا يا حاج. البيه المدير. سعادة البيه. يا سلام يا سعادة البيه، سعادتك تتنازل وتشرفني. ده انا زدت النص قهوة يا سيد عشان سعادة البيه. اتفضل يا بيه. انت بتعيط ولا ايه يا حاج امام؟ ابدا يا سعادة البيه، عينيك فيها دموع. ما هي دي اللي بيسموها دموع الفرح يا سعادة البيه. امال فين الاستاذ وحيد؟ وحيد موجود يا سعادة البيه، بس تعبان شوية. المعازيم كانوا كتير وفضل واقف على رجليه طول الوقت، عضمه طاري ما يستحملش. تحب اصحيه يا سعاده البيه؟ لا خليه مستريح. انا كنت عاوز افوت عليك بدري شويه، انما الاجتماع اتاخر وما حبيتش اروح قبل ما افوت وهنيك بنفسي. كتر خيرك يا سعاده البيه، عقبال ما نفرح بالبيه الصغير وانا داسك الشربات. يلزمش حاجه يا حاج امام؟ خيرك سابق يا سعاده البيه، مستوره والحمد لله. طيب سلام عليكم. عليكم السلام يا سعاده البيه. عليكم السلام يا سعاده البيه. كلمه على لساني. قول يا حاج امام. محسوبك وحيد الحمد لله، ربنا خد في يده وبقى في ايده السلاح اللي يقدر يقف بيه على رجليه، والجماعه الغلابه اللي زينا ما لهمش حد يتكلم لهم، والوظايف زي ما انت عارف الايام دي صعبه قوي يا بيه. فاذا كان اطمن يا حاج امام، انا عامل حسابي وعاوز اخدمك. ابعتوا لي بكره يفوت عليا في الشريف. ربنا يخليك يا سعاده البيه. يا سلام يا وحيد، دي متسهله قوي. كتر خيرك يا سعاده البيه. أنا واثق يا أستاذ وحيد إنك هتكون مثال الموظف الكفء. أشكرك جدا يا سعادة. المركز ده كان بيشغله قبلك واحد ما قدرش أطعن في كفاءته ولا ثقافته، لكن بكل أسف كان أجنبي، وإحنا هنا نفضل المصري عن أي أجنبي مهما كان. مبروك. اوام هوا، اعمل قهوه مظبوطه لحضره السكرتير الجديد وحيد ابني يا سيد. جاهز القهوه يا حاج؟ بسمك. أيوة. لا انت اللي هتوديها لابنك، ما تصحش يا حاج. ده انا بخدم الغرفه يا سيد، بخدمش ابني ولا بتيجي اليوم. ده انا كنت نادره يا سيد. انا شايف انها كتيره قوي يا حاج. ما هو لو كنت خلفت يا حاج عبد الحميد كنت عرفت مقامهم. كده ربنا يخليهولك ويطرح فيه البركه. يا صباح الرضا يا حضرة السكرتير. ايه ده؟ قهوة مظبوطة عشان تعدل المزاج. انت بتشتغل هنا هواجي؟ هواجي؟ بشر. أنا هنا رئيس السعاة. أما القهوة دي بقى باب رزق تاني.
ما انت عارف البير وغطاها يا ابني. هو كان على المهية كنا قدرنا نعرف يا سواحيل. انما ده تهزيء ليا. معاش اللي هزقك يا ابني، ده انا بتشرف بيه. عملك ده ما فيهوش اي حاجه مشرفه. ليه يا ابني كفلنا الشر؟ ازاي بس اشتغل في وسط موظفين بتخدمهم كلهم؟ فراش ساعي، عارف يعني ايه ساعي؟ عارف يا ابني. ساعي يعني راجل بيلاحظ اكل عيشه. اسمته كده. ابوه وامه ما علموهوش، لكن قدر يقاوم الزمن ويتجوز ويخلف ويربي ويعلم. في احسن من كده نعمة؟ الحمد لله. انما مركز مركزك؟ ما هو الساعد اللي وصلك لمركزك يا ابني. وجودك في الشركه دي بيحط لي كرامتي. استعرت مني؟ انا ما اتحملش الوضع ده، لازم تقعد في البيت. محبم عليا يا ابني استريح، ربنا ما يحرمني منك. لكن مش لسه بدري يا حبيبي لما تحمل همي وهم امك من دلوقتي. لا يا وحيد، خليك انت يا حبيبي الوقت العوزة. انا لسه صحتي والحمد لله عال، وانت عظمك طري ومهيتك يا دوبك على قد مصروفك، وانا مش عارفك يا وحيد. انما لازم تشوف لك حل، اعصاب معلش تحتمل، مش قادر اخرج من مكتبي، مش قادر اواجه حد ابدا. ايه يا ابني؟ هو ابوك صاحب ابنة علشان تستعر منه؟ افرض ابوك مش ساعي بيه ولا مدير، لكن ما رباش وعلم زيي، كنت تتباهى بيه؟ اللي بعدي لازم تتغير. كلام حلو يا وحيد، لكن التنفيذ صعب. روح يا ابني، اتكل على الله واخزي الشيطان. وحيد، ابوك حلو يا ابني، فقير نعم، لكن ريحته مسك، والكل هنا بيحبوه وبيحترموه. سيبه يلاحظ اكل عيشه، وراعي انت كمان اكل عيشه، وربنا ما يحوجكوا البعض. يا نهار ابيض، الساعة 7 ولسه نايم. يا لينا لينا. نعم مين يا حبيبي؟ صح النوم يا ضنايم. ازاي بس تسيبين نايم لغاية دلوقتي؟ قلبي ما طوعنيش، قلت اسيبك تستريح حبتين. يا سلام على الأفكار السخيفة، أديتي ضيعت كل مواعيد يا ست. مواعيد إيه بس يا حبيبي؟ صحتك أبدا، ده حتى حرام، كل ليلة سهر للفجر. أوه، أنت هتركيني بقى. لا يا حبيبي، أنا بس قلبي عليك. طيب عاوز أحلق بسرعة، يلا. حاضر من عينيا، أنا عارفة بس مستعجل على إيه. يا ست عندي مواعيد مهمة. الله. طيب بقى، ده بكرة هيصلي العشاء بزمانه جاي. أقعد اتعشى معانا يا وحيد، ده إحنا متوحشين لك يا ابني. نفسي أشوفك مرة واحدة بس قاعد معانا على الطبلية. طبلية؟ أنتوا لسه بتاكلوا على الطبلية؟ طب نادر عليا والنادر أمان، يوم ما تاكل معانا يا وحيد لاشتري لك حتة أوضة سفر إنما على ذوق. البيت ده يبقى تمام زي حافي ومعلق وردة على سده. اغصى عليه، طب والنبي ده بيتنا يشرح القلب. طب اعمل لي قهوة بسرعة. حاضر من عينيا الاتنين يا رب. طب ليه؟ أنا كنت فاكر نفسي غالي عندك قهوة تبين رخيص خالص. ده بدل ما تقولي لي خد فلوس يا وحيد وروح اعمل لك عفش في بيت، وتقولي لي كده. أنا عارف أنت جبتوني في الدنيا دي ليه؟ يا رب اموت يا شيخه. بعد الشر يا حبيبي، ليه تطلب الموت يا ابني؟ قطعت الفلوس واتنينها، ده انا بعت نص البيت اللي ورثاه من الجدود علشان خاطر عيونك يا وحيد، وكنت مخليه النص الثاني للزمن. لكن ما دام انت متضايق انا ما اقدرش ازعلك ابدا ولا اتصور سمك ابدا يا حبيبي. خد ادي حجه البيت، وادي الختم بتاعي، اعمل عليه خرقنيه وربنا يقدرنا على سنتها. بنتي قوي يا ماما، يا حلوه قوي. وحيد. نعم يا ماما.
اوعى ترهنها عند واحد مش مأمون يا حبيبي. ايه عيب، خد بقى سجارة على دول. يلا عاوز تعلمني الدخان يا واد، بعدين ابوك يضربني. يقدر تعالى بقى ماما. والنبي والنبي ما تتمساش قوي يا وحيد، لحسن بقعد جنب الشباك وكتفي وجعني من الرطوبة يا ابني. حاضر، مع السلامة يا حبيبي. هو احنا لنا غيره؟ ده ابن العمر كله وحيد. متشكر قوي. ياه، وهتعمل ايه بكل دول؟ هأجر لك الفيلا الارابيسك اللي في شارع الهرم. لازم نعمل حفلة الافتتاح. ضروري، ده هتبقى حفلة الموسم. بالمسكين. انا طول عمري احب الحق واهله ناس، واللي يحب التفريح منكم يرفع كاسه. نعم يا سعادة البيت. جراي يا حاج، وحيد ما جاش لحد دلوقتي. هو مرة ما يجيش الصبح، مرة يتغيب بعد الظهر. ايه الحكاية؟ انت سايبه تعبان في البيت؟ والله يا سعادة البيت اصبحت معرف له طريق بيت. بتقول ايه؟ بقالي فوق من 3 اشهر ما بشوفوش الا بالعين بس هنا في الشركة. لسانه ما بيخاطبش لسانه. هو مخصمك؟ بيستعرف مني يا سعادة البيت. أعمل له إيه؟ أبوس إيده؟ ما أقدرش يا بيت. عمري ما نزلتها أبدا. ده مجنون ده. هو حر يعمل اللي يعمله. حتى أنا قلبي خلاص اتقفل من ناحيته. مش قاهرني إلا أمه الغلبانة اللي ليل ونهار بكرة. وحيد اديني جنبك هنا. اخدك جراحك تهون عليهم. تعالى في بلد واحدة يا حبيبي، ليه تعمل فيك كده؟ ايه اللي جنبك هنا؟ اشتقت لك يا ابني. طلعنا بس ما تفتحناش قدام الناس. مفيش ناس. هو وصلتك؟ ما تظلموش يا ابني، انا خارجه من وراك. كد
كدبت عليك، ودي أول مرة أكدب فيها على أبوك علشان خاطر عيونك يا وحيد. أنت نور عيني يا أبوك. طب اتفضل واحدة وهشوفك تاني. ما أنت شفتيني خلاص أهو. وده برضه جواب ترد بيها على أمك يا وحيد. تعرفي لو الاقي شغله تانية انا اسيب الشغله دي من بكره. ليه يا ابني؟ عشان خاطر جوزك يا ستي. جوزي؟ الله يسامحك. مستخسر تقول ابويا. ليه يا وحيد؟ هو صار بايت يا ابني. انا مش عاوز اشوفك كده تاني، السمع ولا لا؟ هشوف وش تاني أبدا. بس ما تنساش أمك يا وحيد. غيرك يا حبيبي. وحيد سعاده البيه المدير عاوزك. ايوه يا يوسف. فعلا فعلا من عينيا الاثنين يا فندم. مساء الخير يا سعاده. ايه ده يا وحيد يا فندم؟ في موظف يتغيب عن عمله لغايه دلوقتي؟ انا اسف جدا يا سعاده البيه، عذر قهري. كنت تقدر تعتذر بالتليفون، لكن كونك تيجي وقت ما يعجبك ده مش اسمه كلام، ده استهتار بالعمل. انت سامع؟ وانا ما اسمحش بكده ابدا. معلش يا سعاده البيه، اللي سامع كريم يمكن كان عيان ولا بيه حاجه، الله اعلم. يا سلام، وبتدافع عنه برضه يا عم امام؟ ابدا يا سعاده البيه، بس عاوز سعادتك تكون راضي عني. الحقيقة أنا غير راضي عنك أبداً يا وحيد، بس ما كنتش عاوز أتداخل في شؤونك الخاصة. ليه يا سعادة البيه؟ ما كنتش أعتقد إن شاب في ثقافتك وعلمك تصل به القسوة والأنانية إلى حد إنك تنكر وجود راجل عظيم زي ده كان السبب في نشأتك وتكوينك. أنا ما حصلش مني حاجة أبداً. تصرفاتك مع والدك هنا في الشركة واضحة جداً، كل زملائك عارفين إنك بتستعر منه، مع إن كلهم بيحبوه ويحترموه وانا اقوله. استغفر الله يا سعاده البيه، انا محسوب الجميع. انت صديقي الجميع يا عم امام، وصديقي انا بالذات، لاني بشوف فيك ابويا الله يرحمه كان راجل عظيم زيك، رباني من كده وعرق جبينه. نفس ظروفك يا وحيد، بس انا كنت الابن البار المعترف بالجميع. أبويا وأمي ماتوا وهم راضيين عني، وبفضل رضاهم نجحت في الحياة. ما تغترش بالجو اللي انت فيه، ده الأصل، ده الأب، رضاه من رضا الله. نصيحة مني يا وحيد، إياك وغضب الوالدين. استغفر الله استغفر الله. ده الإمام. مين الإمام؟ حد إمام يا بيه؟ إمام. كويس كده يا عم؟ مبسوط؟ ارتحت؟ أسيبها لك يا سيدي؟ ليه يا ابني؟ انتوا فاكرين ايه؟ عيل صغير تلميذ راح تشتكيه لحضره الناظر؟ انتوا ناويين تهزقوني هنا؟ وحضرتك جاي لي تحت من ملاهي اللف حاجه تكسب حاجه تعر؟ اقرص قطع لسانك، والله ما حد يكسب ويعر الا انت يا عديم المروءه يا ناقص. انت بتشتمني؟ واضربك كمان، ومش بايدي بالجزمه. انت فاهم ايه؟ انت مهما عليت ولا كبرت التراب اللي بدوس عليه له فضل عليك.
الساعي ده اللي انت بتستعر منه هو اللي علمك وخلاك افندي. لحم كتافك ده من فنجان القهوة اللي بقدمه بايدي. لولا الساعي زائد فنجان القهوة كان زمانك دلوقتي واد صايع، والساعي اللي كان يستعر منك طالع لي فيها قوي وشايل لي مناخيرك لفوق قوي. على ايه؟ عطيت ايه؟ الشهادة؟ الوظيفة؟ انا اللي مشتريهم لك بدمي. الساعي ده اللي انت بتنكر وجوده هو اللي خلالك وجود. الملاية اللب اللي انت بتستعر منها هي سبب خيرك يا عديم الخير يا جاحد. كفاية كفاية، انا ما استحملش زيادة عن كده. الو الو، يا صباح الجمال. ها؟ صوتي متغير؟ لا بس خد الجواب ده امضيه من المدير حالا. يلا. ايوه يا كوثر. امال قريت الراقصة التي خطت نحو المجد سريعا. يا سلام يا كوثر وحياتي، ده احنا هنكون اسعد زوجين. كذاب كذاب، ما تصدقيهوش، بيكذب عليك زي ما انت بتكذبي عليه. انتوا اللي بتكذبوا. بس مجنون، ما تصدقيهوش. بس خليني اقولها. انت يا ست كوثر يا رقاصة يا اللي بتجري ورا المجد، ابني بيغشك زي ما بتغشيه، كلكم غساسين. سيبني سيبني، خليني اقولها. الفندي ده اللي انت بتحبيه فقير، وابوه فقير، اهله كلهم فقراء، حرام عليكم يا ناس يا ولاد الدين. سيبوه ابني، سيبوه. السماع السماع يا اخي. انت فاهم يا ابني ان السماعة هي اللي تلفانة؟ لا يا وحيد، ده السلك اللي كان مقطوع وانا صلحته بايدي. وصلحته كويس يا عم امام. على قد ما قدرت يا سعادة البيت، وعلى الله يتصلح والهادي يهدي. طيب انا خارج وراجع بعد نص ساعة. حاضر. اهلا اهلا اهلا، اتفضل يا حاج امام. نهارك سعيد يا سعاده البيه. تعرف انك جيت في ميعادك مظبوط؟ هو انا اقدر اتاخر عن طلبات سعاده البيه؟ اقعد يا حاج امام. العفو يا سعاده البيه. اقعد يا راجل، انت في بيتك ومفتحك. ربنا يخليه دايما عامر بحسك يا سعاده البيه. اتفضل يا سعاده البيه. ده علشانك انت يا حاج امام. علشاني انا يا سعاده البيه. ايوه علشانك. ربنا يطول عمرك يا سعاده البيه. ربنا يطول عمرك. طبعا انت ما انتش عارف انا طلبتك ليه. العلم عند الله يا سعاده البيه. المساله اللي هكلمك فيها دقيقه وتحتاج لبعد نظر. انا تحت امرك يا سعاده البيه. انا ما كنتش اتصور ابدا ولا يخطر في بالي ان وحيد ابنك تصل به درجة الاستهتار إلى حد إنه يرتكب جريمة. جريمة؟ سعادتك بتقول جريمة؟ أيوة جريمة يا حاج إمام. وحيد ابني عمل إيه يا سعادة البيه؟ وحيد ابنك سرق. سرق؟ أيوة سرق. عارف يعني إيه سرق؟ خبر يا حاج، ايه اللي خلاك تمد ايدك على القرشين اللي شايلينهم عشان نحج بيهم؟ مش مقسومالنا السنة دي يا فرح. لا والنبي يا حاج، ده انا ناوية وبإذن الله ناوية.
يعني عايزانا نطلع نحج ونجيب وحيد يدخل السجن. السجن؟ بعد الشر عليه. تقفل بقك ما تقولش كده يا حاج. دي مش كلمة من آلة يا فاطمة، ده اللي حصل. وحيد مديده سرق. سرق؟ ايوه سرق. عارفة يعني ايه سرق؟ يعني بقى حرامي. حرامي؟ لا لا يا حاج، حرام عليك، ما تظلموش. قول كل حاجة على وحيد إلا الدق ده. ما هي أخرة المطاف يا فاطمة، عايزاه يمشي في السكة الواحد ولا يسرقش. 260 جنيه، سمع، 260 جنيه لازم يرجعوا الخزنة ولا وحيد يدخل السجن. ايه قولك بقى؟ قولي يا عاوز اقول يا حاج. خد عد الفلوس كويس يا حاج. عديتهم يا فاطمة، ناقصنا كتير. خد سيرتي، بيعها بيعها كلها. ده انا لازم ابيع كل حاجة. اسمعي يا فاطمة، هاتي لي العصايه الابانوس ام تلبيسه ذهب، وهات السلحتين الكهرمان، هات هدومي كلها. وخد خالي، انا ما لبستوش ابدا، خده بيعه. مش يكفوا يا حاج. ما اظنش يا فاطمه. خد عفش البيت، انزل بيعه، ما تخليش حاجه ابدا. نبات على البلاط، نفطر يوم ونتعشى التاني. بيع كل حاجه واشتري واحد. أنا متأسف يا حاج، المسألة دي أزعجتك. المقدر لازم يكون يا سعادة البيه، إنما ده مش العلاج. وحيد انتهى، سقط من نظري، ما عدتش أطمئن إليه أبدا. أنت عاجبك اللي حصل ده كله؟ مكسوف أتكلم يا سعادة البيه، لكن أنا برضو طمعان في كرمك. أنت يرضيك وجود موظف زي ده في الشركة اللي بتاكل منها عيش؟ دي الأولى والأخيرة يا سعادة البيه، وأحلف بحياتك الغالية لو فكر يمد إيده مرة تانية لأذبحه قدامك وأغسل إيدي من دمه. المسامع كريم يا سعادة البيه، ويا بخت من قدر وعفي. مش في مسائل زي دي، ده درس يا سعادة البيه مش هينساه طول حياته. يا حاج فعرضك يا سعاده البيه علشان خاطر امه الغلبانه، ربنا ما يحرمك من طلاقك يا سعاده البيه. طيب اسمع يا حاج جمال، ما تزعلش لو نقلته من مصر. يا سلام يا سعادة البيه، ده انت ولي نعمته، اعمل فيه زي ما يعجبك. وحيد وابوه وامه مش هينسولك الجميل ده طول حياته. عشان خاطرك يا حاج امام هديله فرصه ثانيه، هبعده عن الجو ده خالص. ربنا يخليك يا سعاده البيت. استغفر الله. ربنا يخليك ولا يحرمك من طلاقك. ربنا يطول عمرك يا سعاده البيت. ربنا يخليك يا سعاده البيت. عاوز مين يا سيف؟ وحيد بيه محمد. ها هات مين يا جدع؟ خلي عندك شويه سوق لتلغرافات تهاني. لا حادث اول فين عريس اهو. وحيد؟ وحيد بيه ابن حتتنا. اخص ابن حتتكم. حلوه دي. ايوه جايلك. كله ابيض ابيض، بيضوها. بيضة بيضة شايفها؟ العتب على النظر يا حاج. ما تلعب يا شيخ دسوقي، خايف من ايه؟ طيب ابيض بالبنك. عاوز تبندني؟ جر يا اخويا جر. خد دبش. دبش مين ومين يا حاج؟ ده البيه بيتجوز. بيه؟ انهي بيه يا عطيه؟ البيه ابنك وحيد بيه، فرحه للنادي. انت بتقول ايه؟ وحيد؟ ايوه انا بنفسي موصل له دلوقتي رزم التهاني. فرح ابني؟ فين يا عطيه؟ شارع حسب وبيه في الزمالك. البيه بيتجوز وقع في الفخ. واربعينه امتى؟ محسنة دي. قولي لي يا بنتي، العريس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ وحيد به ابن يد العادي.
والعروسة بنت مين؟ بنت مين؟ ما كانش ينعز دي كوثر هدم على سيدنا ورام. كوثر الرقاصة. يلا بينا يا فاطمة نروح. يا حاج انت طول عمرك قلبك طيب، معلش سامحه والمسامح كريم، ما تقهروش في ليلة فرح. فرحه؟ انت فاهمة ده فرحه يا فاطمة؟ لا دي اخرته، وعايزاني كمان اسامحه بعد ما طفى النور من قلبي. إلهي تظلم له حياته. مالك يا وحيد؟ لا لا ابدا ولا حاجة يا حبيبتي. بتفكر في مين؟ في اللي انت بتفكري فيه. طيب انا بفكر في واحد ثقيل ودمه تقيل قوي. طب لما هو ثقيل ودمه تقيل قوي بتفكري فيه ليه؟ بحب اسمتي كده. ومش ندمان على اسمتك؟ بيتهيألي ان هو اللي ندمان. ده اسعد انسان في الوجود. بتحبيه صحيح يا كوثر؟ بعبده. وزواقف ورطه ما تخليش عنه؟ افديه بروحي. يعني ما سيبهوش لوحده؟ وعيش ازاي من غير روح؟ حبيبتي انا كنت واثق من حبك ليا. الليله يا ستي جالي تلغراف من الشركه قال ايه نقلنا الاقصر. الاقصر؟ اه. وهتسافر يا وحيد؟ مضطر انفذ امر النقل والا يستغنوا عني. بناء الشغلانه يا اخي. كوثر بتقول ايه؟ وانا الاقي الشغله دي في شركه ثانيه؟ زيد على هذا ازمه الوظائف اللي في البلد. مدعوقه دي شغله اللي هتفرقنا عن بعض يا وحيد. مش هنفترق عن بعض يا حياتي، كنت هتكوني معانا. انا اسافر الاقصر عشان الكذا جنيه اللي حضرتك بتاخدهم ادفن نفسي؟ لا يا وحيد مش معقول، مش معقول ابدا. يعني ايه؟ شوف لك طريقه، سيب الشغله دي، مدعوقه يا اخي. ده احنا لازم ننفذ امر النقل، لازم تسافري معايا، ده انت شركه حياتي يا روحي. حياه ايه وزفت ايه؟ هي دي حياه؟ ده موت، اعيش في صحراء يا وحيد. الصحراء دي تقدري تخلقي منها جنه لو حبيتي. ما اقدرش يا وحيد، ما اقدرش، ما اقدرش ابدا. يعني اسافر لوحدي اعيش عازب وانا متجوز؟ فين حبك يا كوثر؟ ما تطعنش بحب، انا بعت الدنيا وما فيها علشان رفضت ايادي ناس كتير كانت بتتمناني، دست على كل حاجه، ضحيت على كل حاجه، وانت مش قادر تضحي بحاجه واحده علشاني؟ انا مش عارفه عملت ايه في الدنيا دي عشان تجازيني بالشكل ده. كوثر تاكد ان انا متالم اكتر. اعتبر انه شهر العسل، واذا ما عجبكيش الجو هناك يبقى لنا تصريف تاني. قلت ايه يا حبيبتي؟ ما اعرفش. انا عندي اسبوعين اجازه تقدري توضبي فيهم كل حاجه. مش هوضب، مش هروح، مش هروح. الست فاطمه محمد عثمان. الست فاطمه محمد عثمان. يا حاج يا حاج، ده في واحد بينده على اسمي. وده مين ده اللي بينده عليك باسمي؟ لازم يكون البوسطجي. بوسطجي؟ ايوه. انزل يا حاج، انت لازم تجيب لنا جواب من وحيد. وحيد؟ بعد الغيبة الطويلة دي؟ يعني مين هيكتب اسمي على الجواب غيره؟ ست فاطمة محمد عثمان. حاضر يا حبيبي. يا ابني برضه فيك يا وحيد. يا فندم الست فاطمه محمد عثمان موجوده؟ موجوده يا فندم، وانا جوزها. طب اتفضل امضي هنا بدل. امضي على ايه؟ حكم صادر من المحكمه ضد الست فاطمه محمد عثمان. حكم؟ احنا ما نعرفش محاكم، لازم حضرتك غلطان. غلطان؟ يعني انا جاي اتبلي عليك؟ لا استغفر الله، انما اللي بتقول عليه ده ما حصلش عندنا ابدا. لكن اهو حصل. الست فاطمه رهنت نصيبها في البيت، وده حكم المحكمه ضدها، حكم بيع بالمزاد. اتفضل. بالمزاد؟ اتفضل امضي احسن، ما عنديش وقت اعمل المعروف. اتفضل. موسيقى
كده برضه يا وحيد. على حتة تانية طويلة. ليه يا حاج؟ سي وحيد عايز كده، مش لازم ننفذ قوله؟ من امتى بنعصى اوامره؟ ما هو ده وحيد اللي مفيش على الحجر غيره. حصل ايه يا حاج؟ خير يا رب؟ ما تنتظريش خير من الخلفة اللي مفيش على الحجر غيرها. العود اللي يطلع معوج ولا يتشدش كويس يفضل طول عمره معوج، ودي غلطتنا يا فاطمة. عليه العوض ومنه العوض. حاج، حصل ايه؟ في ايه في الجواب مخبي عليا؟ قول طمني. ما كفاكش يا وحيد اللي عملته فينا، حتى القطين اللي متويننا في البدة تهدهم علينا بايدك. روح يا شيخ، ربنا يبتليك. ما تدعيش عليه، حرام عليك. ومش حرام عليه يعمل فينا كده، يرمينا في الشارع، يستخسر في ابوه وامه الستر. ليه عملت كده؟ ليه اديتيله حجة البيت يرهنها بدون علم؟ كان في دقيقة يا حاج، خفت يجرى له حاجة، كان حيموت نفسه يا حاج. ما هو ده السلاح اللي طول عمره يهددنا بيه. يا ريته مات يا شيخة واستريحنا. بعد الشر عليه، يا رب ما توريني اليوم ده ابدا. لكن ده كان قال انه هيفك الرهنية، وهو عمل بقوله. بكرة البيت نازل في المزاد. في المزاد؟ بيتنا هيباع في المزاد؟ هيتباع وهيتفرج علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. ليه؟ لان وحيد عايز كده. حاج، انا هسافر للأقصر. ليك مين في الأقصر تسافرين؟ ليا مين؟ ليا ابني، ليا ضنايا. انت لسه فاكرة يا فاطمة ان ليك ابن صحيح؟ مهما كان اسمه برضه ضنايا، ما يهونش عليه ابدا. فضحتني، صفرني له يا حاج، وديني عنده، ولما يشوفني هيحن لأمي وهيكبر بخاطرها وهيجي معايا يفك الرهنية. بكرة تشوف. بس صفرني له يا حاج. أنا ما أقدرش أمنعك عنه. روح اعمل اللي أنت عايزة تعمليه. طيب، طب ما تيجي معايا يا حاج. أنا؟ دي لو تحكم أسعد لقمتي بإيدي. عمر انسان ما يخاطب لسانه. قلبي ودمي غضبان عليه ليوم الدين. ما تدعيش عليه، ادعي على اللي كان السبب، ادعي عليها هي، ربنا ينتقم منها. برافو برافو، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اهو كده يا جن فكرني بالعهد الماضي. يعني لسه بعرف ارقص؟ يا سلام، هو بقى فيه فن في الرقص بعد ما سبتيه؟ من عدم خلاص يا حسر الرقص. فين لياليك الجميلة؟
فين ابتسامتك الحلوه؟ فين ضحكك؟ فين لعبك؟ كل ده دفنتيه بايديك. خلاص بقيت ام يا كرام. ما انا عارف انك بقيتي ام، لكن مش انت اللي تعيش في القفص ده. اسمتي كده ما كانت في ايدك اسمتك، وكان في استطاعتك انك تدوسي على قلبك بايدك. يا ما نصحتك وقلت لك خدي بالك من مستقبلك ما سمعتيش كلامي. يا ما قلت لك ده مش هينفعك، مش هيقدر يسعدك لانه فقير، ماهيته ما تكفكيش مصروف ايد. بقى انت كوثر اللي كنت بتلعبي بالفلوس لعب. انت بتعيدني عشان خدت منك فلوس يا سي اكرام؟ ايه استغفر الله، ما تقوليش كده يا كوثر. انا مستعد اضحي عمري كله علشانك. انا تحت امرك وهفضل تحت امرك طول عمري، بالرغم من معاملتك القاسية. ده دفتر الشكاب ده انا مستعد امضيه كله على بياض عشان خاطر عيونك. لا يا اكرام، كتر خيرك، انا خدت منك كتير ولازم اسدد الديون اللي علي. انا هبعت تلغراف لوحيد، اذا ما بعتليش المبلغ اللي انا هقوله عليه هرجع الشغل تاني. انا ما اقدرش اعيش بالشكل ده، سنتين دلوقتي وانا مش عارفه عايشه ازاي، عايشه ولا ميته. صح، اهو ده كلام صح مظبوط. ثم بيني وبينك، ما دام الواحد عاجز ومش قادر يفتح بيت ليه يتجوز؟ اسمحي لي اقول لك ان واحد زي ده كان لازم واحدة من نوعه. أبوها فراش ساعي زي أبوه بالكتير، إنما أنت حرام، والله حرام. أنا مستعد لكل طلباتك، بس أموري أنا في الخدمة، إنما لازم تكتبي له تلغراف يا كده يا كده. أنا هكتب لك صيغة التلغراف. ها، أكتب. اكتب يا إكرام. يا مسا النور يا غندور. طمني أب، إيه اللي جابك دلوقتي؟ قلبي أنا واحد. أقصى عليك، خضتني. طب ده انا اول ما سمحت الصفاره ركبي ساب. ما هي دي صفاره الخطر، ساعه ما ينفتح قلبي يصفر. هو صاحبنا هنا؟ اوه، كتر لنا حاجه عادله، اهو اتكشح بقاله جمعه. يا ما نفسي اشوفه ولو مره واحده في حياتي. وهتعمل ايه بشوفان وربنا ما يوريك وحش؟ تهدي، مش هيبقى عديل يا لواحس. تف من بقك، ربنا يخلصنا منه على خير، دي كانت واقعه مهببه. كبد يا اختي يا حبيبتي، 5 سنين دلوقتي وهي ما شافتش معاه يوم عدل. طب وايه اللي غاصبها عليه؟ ما تطلقه. منيل على عينه، ماسك فيها بايديه واسنانه. لكن وحياة غلاوتك عندي اهو، ان ما كنت اطلقها منه ما بقاش انا لواحظ. وانا رحت فين؟ بس هي تؤمر وانا امسحه. ايه، في حد صحي؟ لا، دي اختي عندها ضيوف. ضيوف؟ ايه، الستات؟ نعم. وعايز ايه من الستات بقى؟ لا بس يعني الواحد يعاين الواحد. تعرف كنت امشيك على عكاز يا واد يا جامد. مع السلامه. الله، وحيد افندي. انا هنا يا حبيبي، اصحى. انت اللي غرفت علشانك، بس انا عندي مشوار لغايه وينتر بالاس وجاي. سعيد يا حبيبي. ارسل لي 200 جنيه حالا والا ساعود الى عملي. كوثر. الو، ايوه انا وحيد. مين؟ ايوه، اسمع، الموضوع اللي كلمتين عنه امبارح انا هحضره لك. لا يا اخ، ما تبقاش عبيط، هنتقابل في حته في طرف البلد. ايوه، الليله الساعه 9. اتفضل، ادي 100 جنيه ولما حضرتك تجيب الرز تاخد 100 كمان زيهم. مظبوط. لا لا، 100 جنيه ما اقدرش ابدا. ما تبقاش متسرع بالعجله الندامه، خدهم يا اخي. القرش اللي يجي لك بالهوا القطه.
ما تخليش يفلت من ايدك ابدا. مظبوط. لا ما اقدرش يا اخوانا، انا عاوز 200 جنيه يا خواجه. تدفع 200 جنيه يجي لك الرسم بكره الصبح. كلام حلو يا خواجه وفكر بعض. ادي له يا خواجه 200 جنيه وانا ضامن. وحيد افندي راجل ذمته نظيفه مظبوط، وانت كمان راجل مظبوط. مظبوط. ادفع ده الوحيد بيه كمان 100 جنيه ب 200. مظبوط. دي واحدة ست جوا عاوزة جامل حاضر. ست؟ دي لازم كوثر. كوثر كوثر حبيبتي كوثر. سلامت يا حبيبي. الحمد لله اللي شفتك. ازيك يا وحيد وازاي صحتك؟ ازيك انت يا نينا؟ الحمد لله. وازاي بابا؟ بخير يا ضنايا، سالت عليك العافية. ده بيسلم عليك. و جاي الأقصر لوحدك؟ في الحقيقة أنا كنت ناوية ما أجيلكش أبداً. ما أنت اللي بديت بالقاسية يا وحيد. لكن بقى بعد اللي حصل لنا امبارح دست على قلب وجسمك برضه. إيه اللي حصل لكم امبارح؟ اتفضل يا ابني. وده بتديهولي ليه؟ زي ما اديت لك حجة البيت يا وحيد. طب انا اجيب لك منين؟ يعني يخلصك في ضحيتنا على اخر الزمن. حتى القراطين اللي مسويين برضه تضيعهم. دمك غلبانه يا وحيد، وابوك ضيع كل شقاه عليك يا ضناي. طب صرفيني انت، اعمل ايه؟ شوف انت ابوك وامك عملوا ايه يوم ما وقعت وشالوك يا وحيد. يا سلام، يعني عاوزين ابيع عفش البيت. ده اللي احنا عملناه على قد عقلنا. ايه اتصرف انت بقى على قد عقلك. انا هاتي جدا. يعني ارجع زي ما جيت؟ كان لازم تفكر زي ما جيت. وهي دي بدها تفكير يا سي وحيد. دي نهاية بتسني الزير، واحنا مالناش سند غيرك يا ابني. امال كنا بنجيب ونربي ونكبر علشان ايه؟ مش عشان عوزه زي دي يا ابني. انت قلبان الدنيا عشان انذار واحد، امال انا اعمل ايه بس في الانذارات والحجوزات اللي ماليه جيبي دي؟ دي فلوس الشركة، ما اقدرش اتصرف فيها. الو مصر. ايوه انا كوثر حبيبتي روحي. ايوه ازيك يا روحي وزي نعمة والنبي تبوسيها لي. مين الفلوس جايين لك الليلة بالتليغراف يا روحي؟ ولا تزعلي ولا تقهري ابدا. انا ليا من غيرك يا حبيبتي، وحشني وحياتي. انا كمان وحشني حاج امام. يا حاج امام. يا حاج امام قرب يا اخي. فين المدير؟ عاوزك في المجلس. اللهم اجعله خير يا رب. افندم يا سعاده الباشا. يا حاج امام، مجلس الاداره قرر بالاجماع فصل وحيد ابنك من العمل. ليه يا سعاده الباشا؟ انا ما ندهتلكش عشان تحقق معايا يا حاج امام. استغفر الله يا سعاده الباشا، انا خدام. واظن كمان ما كانش من الضروري اقول لك، لكن باعتبارك راجل خدمت الشركه فوق عن الثلاثين سنه بكل وفاء وامانه، احب افهمك اننا ما اتخذناش القرار ده الا بعد فحص وتحري. وللاسف تحت يد الشركه مستندات تدخل ابنك السجن. السجن؟ علشان كده ندهتلك تقدر تستعد وتوكل له محامي يدافع عنك.
دي الخدمة الوحيدة اللي قدرت أقدمها لك. وحيد ابني يدخل السجن؟ امال كنت تنتظر ايه يا حاج إمام؟ احنا مش مجتمعين عشان ناخد رأيه، واحد سرق لازم يتحاكم. لازم نبلغ النيابة. ولا بد من التحقيق. يا بهوان يا أكابر، أستأذنكم في كلمتين أقولهم وإنتم أصحاب الشأن، لكم الأمر وعلينا الطاعة. بقدرش أقول إنكم ظلمتم ابني، لا، هو اللي ظلم نفسه. كان في نعمة ورفضها برجله، واللي يرفض النعمة تزول عنه وهزال. هرب منه الحلال، يعني خلاص انتهى أمره، ما بقاش فضل منه إلا صرته. انتوا الأبهات وأنا أب. صحيح أنا من زيكم، لكن برضو اسمي أب، فما تحرموش أب عايش على صورة ابنه، ما تحرموش أم متشعلقة في خيالنا، ما تحكموش علينا احنا الثلاثة بالموت. كفاية السبب السماع السماح يا بهوى، إن الله غفور رحيم. نخرج انت يا حاج إمام. أمرك يا حاج إمام. استغفر الله يا حاج، استغفر الله. ربنا ما يحرمك من ظناك. يسعدكم بأولادكم ويكتب لهم الهداية. خير يا صاحب البيت. المجلس فصلوا نهائيا من الشريك. يعني سمحتوه؟ اكتفينا بالفصل لاننا عطفنا عليك انت بصفه خاصه. ربنا ما يحرمني منكم يا بيه. انما لاحظ يا حاج امام ان اعضاء مجلس الاداره اعضاء في شركات ثانيه. فاهم دي معناها ايه؟ فاهم يا صاحب البيت. يتكفل بنفسه، تبقى تنفعه بقى الست اللي بتجري ورا المجد. يا سعاده البيت، انا شحطت له منكم شويه هوا يعيش بيهم ان كان عايز يعيش. الله يجازي اللي كان السبب. Thank you.
صحش تبقى ايديك بتنقط دم وتدخل بيت راجل يخاف الله. انت بتطردني يابا؟ على حبة عين يا ابني. اذا دريت عليك دلوقتي الصبح ابقى شريكك وانت ما يخلصكش. انا خلاص ما بقاش فيا، وامك كمان اتكسر بلحها. انت خلصت علينا يا وحيد، واظن كفايه لحد كده. يلا روح سلم نفسك، قول لهم انا اكلت، انا نظفت نفسي، انا غسلت عاري، واللي مقسوم لك يا ابني لازم تشوفه. انما اسمع، انا قلبي غضبان عليك، اخرج. لا لا ما تبوش ينزل، يقعدوا يمسكوه يسجنوه. اندهله يا حاج، اندهله يا حاج وحيد. عنده يا ابني. امي خليكي مؤمنة بالله، احنا ما خلفناش يا بابا، ما جبناش اولاد. ما تقوليش يا ابني، قولي يا رب. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم وحيد امام محمد في السجن 15 سنة مع الشغل. انت مش ناوية تتخمتي؟ انا عبد صلاة طول الليل عايز انزل. أخاف يا خالتي. وأنا ما أقدرش أتربطلي، عايزة مني إيه؟ عشا واتسممتي، اتخمتي نامي جت تميلة على أبوكي من بدري. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، نايمة ولا سائلة، يمكن متكلة على الأراضي اللي جابوا لمعك في أبوكي، هما بس كده يروحوا شغلك. شغل أنا النهاردة يا خالتي. سيبينا تتريح. نعم تتريحي، ما هو اكل ومرعى والا الصنعه ده بلا. عمتي كحلي يا عروس، ياكي جخمه كحلي عليكي وعلى ابوكي، بقالي 5 سنين دلوقتي وانا ما صحيتش من النوم، ما تقومي بس تفضلي. ايوه خدت الجخمه في مخك، هي مش عايزه تروح الشغل ولا انا بلطجي. اعمل ايه الصبح في مصنع الحلويات وبالليل؟ اخرس يلا البس عشان تروح شغل.
معلش اخويا شافها امبارح بالليل بتشتغل في بار وبتشرب خمر مع الزباين. يا ندم دي هي حصاني خس عليها. اوعى تقولوا لحد. نقول واحنا لا سمح الله فتانين. شايفه يا بنت الفدان الخيبه الثقيله اللي حطت على نعمه؟ مالها ظبطوها في الخماره بتشرب خمره مع الزباين. البنت المفروشه الصغيره دي وقال ايه لما تسكر يحزنوها وتقف ترقص مع الزباين. يا بنت من الشر اقص عليها وغير اصلها. اوعي تقولي لحد. يا ندامة وانا يا اختي فتانة الا كمان كده اقول لحد. مالك كسلنا الشاب صفحة كده عينيكي منفخة. اسم الله على عينيك انت يا الدلعادي. سيبيها يا ابو الفدان الله يكون في عونها ده السهر ينحس النظر. هي الدماغ حساء ايه ولا ايه؟ يظهر انها بقالت العيال شوية. اخلصي انت وهي قلة الادب. انا اشرف منكم كلكم. وكمان لك عين تخش في عينيا يا بنت انت يا بتاخد بعض انت. ايوه ليه يا بنت انت ايه يا بنت سهية انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ بقى شوف يا سي محمود احنا كوم والبنت دايره تحت الصالات دي كوم. يا سي محمود ما تقعدش في وسطنا ابدا. احنا ولاد ناس يا سي محمود. لسانك زفر كده ليه؟ مش تحطيني ملطق شويه؟ بقى اسمع يا سي محمود بصفتي انسه صغيره سنا بالعربي بخاف على روحي منها. من مين؟ من ست نعمه يا سي محمود. دي واحده بتاعت صالات وبارات. صالات ايه وبارات ايه؟ انت بتخرفي؟ لا ما بخرفش يا سي محمود. اسالها كانت بتشتغل فين امبارح بالليل يا سي محمود. ما ظبطناها خلاص يا ابو حنفي. طب خبريه يا سي محمود النار شغاله ما تلحقنا للحلاوه تبوظ يا سي محمود. طيب بس خليل اسمعي يا نعمه ما تروحيش لوحدك في الليله دي. ها انا عايز اكلمك شويه. عاوز تكلمني؟ ايوه هكلمك. حاضر. ايه اللي بيقولوه البنات ده يا نعمه؟ حقيقي انك بتشتغلي في بار؟ ايوه. لكن ابوك وامك راضيين بكده؟ لو كان ابويا وامي موجودين ما كانش ده بقى حالي. أبوكي وأمك قدمتهم قبل ما أعرف الدنيا. وإزاي ما قلتليش؟ ما أنت ما سألتنيش يا سي محمود. لكن أنت قاعدة مع مين دلوقتي يا نعمة؟ قاعدة مع خالتي. خالتك؟ وإزاي تطلعيها وتشتغل في بار؟ ما أنا ماليش حاجة في نفسي يا سي محمود. إيه اللي أقدر أعمله؟ إيه اللي يملكه الأسير غير قولة حاضر؟ لكن أنت فاهمة يعني إيه بار؟ فاهمة يا سي محمود. يعني نار. لكن الحمد لله انا توبي ما اتحرقش ابدا. وازاي تخبي عليا ده كله؟ خفت اقول لك تغمض عينك من ناحيتي. لا ده مستحيل. تعالي معايا. على فين يا سي محمود؟ على بيتنا. يا خبر ابدا ابدا يا سي محمود ده مش ممكن. ليه يا نعمة؟ ده ضمير يعني على عليك يا تاجر. ايه رايك بقى يا نعمة؟ طيب بقى ما توصف لي البيت وابقى اروح لهم انا لوحدي. طب وليه ما تجيش معايا؟ انت فهماني بغشي. عيب يا نعمة. ادي المصحف الشريف شاهد انا ضميري نظيف ونيتي سليمة يا نعمة وربنا هو اللي عالم. خير يا خالتي. مساء الخير يا ضنايا. مساء الخير يا امي. يسعد مساك يا ابني. مساء الخير يا عم. اهلا ابو حنفي. تعالى اقعد. انت يا حبيبي عليه غرامه. غرامه ليه يا عم؟ احنا هنا بقالنا 3 سنين قاعدين ويا بعض ومتعودين نصلي العشاء جماعه. تمام. واللي يتاخر عليه غرامه. فانت غرامتك تنزل حالا وتجيب لنا وقت ابو فروه. ابو فروه بس. والحلويات والشربات. قولوا ملبن باللوز هريسه بالفستق مش تباركولي. انا خطبت عروسه حلوه قوي النبي يما قوي حلوه جدا يا خالتي. بنت حلال والله يا عمي. يتيمه من الاب والام ملهاش اي حد في الدنيا دي. تحبوا تشوفوها؟ ايه يا ابني انت عاوز تاكل مع عقلنا حلاوه؟ تكونش جبت لنا عروس للمولد. ما هو بكره مولد السيده شيل الله يا كريمه اليد. والله ابدا يا خالتي دي عروسه بصحيح. تعالى يا نعمه. نعمة زميلتي في الشغل. اهلا اهلا اهلا. سلمي على عمي الحاج امام وخالتي. اهلا يا حبيبتي. بوسي بقى ايد حماتك. ما شاء الله ما شاء الله. محمود. نعم. تعالى يا ابني انا عاوزك بكلمه في الاوضه الثانيه. حاضر.
اسمك ايه يا بنتي؟ اسمي نعمت يا ستي يا روح. ربنا يتمم بخير يا بنتي، لكن انت مش تشوف وياها يا محمود اننا لازم نقابل خالتها ونتكلم وياها؟ ده جواز يا ابني لازم يكون على اساس. اللي تعمله يا حاج ماشي، انا ابنك وتحت امرك. طيب يا اخويا يلا. وفي يوم من ذات الايام حسب ما سمعت وانا صغيره، دخل حرامي عندنا بالليل وسرق صيغه امي ودبحها بالسكين. يا كنتي يا بنتي، وابوكي؟ ابويا مات بعد امي على طول. يا حبيبتي يا دلال، معلش خدي يا روحي كل دي. كتر خيرك، انا اكلت كتير. معلش كليها رخرة، ما تتكسفيش، انت في بيتك ومطرحك. ربنا يديم عزك يا ستي. اهلا بعروستنا الحلوه، والله عرفت تنقي يا عفريت. ايه رايك يا ابو محمود؟ والنبي حلوه يا حاج. انا مش بوجه لك الكلام يا ست فاطمه، انا بسالها هي الحامة ام العريس. والنبي حلوه يا الهي يجعلها من اسمك. ان شاء الله ان شاء الله. والنبي يا سي محمود، انا اتاخرت على البيت وعايزه اروح. انت لحقتي تقعدي حاجه؟ معاكي حق يا بنت، تروحي بدل. وصلها يا محمود، ولا تحبي اوصل الكلام؟ ربنا ما يحرمنيش منك يا عمي. كل ده عمك، قولي جدي تبقى مبلوعه. مع السلامه. وانت من اهل الخير يا روحي. ابقي اتفضلي يا بنت. سلام. فاطمه، البنت شكلها حلوه قوي يا فاطمه. شكلها بس يا حاج ولا كلامها؟ ومانيش عارف ازاي، ريحها خفيف قوي على قلبي. سيد من سمعك يا حاج، يا رب تجعلها من اسمته يا رب. ان شاء الله. بتبيع بنتها. حرام.
احنا في الشارع. يلا يا نعومي، يلا روحي. انت زعلت مني؟ ده انا زي امك تمام. اخصى عليك يا نعومي. يلا شوف، يلا حبيبي. هنا علشان ايه؟ علشان ايه؟ علشان نطلبت من خالتك. والنبي صحيح. ايوه يا خالتي. حاضر. قهوتك يا خالتي. يا رب يا رب
رب تنجح في الامتحان يا حاج إمام. شيلها يا أم هاشم، عيش وفول للفقر 15 بس تشمل مقامك الظاهر. أهلا وسهلا. اسمك كريم إيه؟ إمام. إيه؟ الحاج إمام. عاشت لسامي. زيارة مقبولة يا حاج. ياخد لك كاس. نعم. في خدمة؟ إحنا جايين أنا وعمي الحاج إمام بصفة والدي عشان نخطب نعمة من حضرتك. حضرتك أنت اللي جاي تخطب لي نعمة؟ وسيادتك جاي معاها علشان كده؟ ما كانش يتعز يا حاج. مع السلامة أروح جوز خالتك. يلا بينا يا محمود. يلا بينا ازاي يا عمي؟ زي ما بقولك، مش البيت ده بتاخد منه، ومش الناس دول اللي انا ارضالك بيهم. لكن يا عم البنت المسكينة دي ذنبها ايه؟ ربنا يبعدها عنك يا ابني ويكفيك شرعهم، دول ناس عار يا محمود. وانا يا حاج مش حرام عليك تخليني عايشة في وسط العار؟ اكسب فيا ثواب وخلصني منهم يا حاج. انا مقطوع مكسورة الجناح، انا ماليش حد في الدنيا غير ربنا وانت يا حاج. ما باليد حيلة يا بنتي، لكن الظواهر غشاشة يا حاج غشاشة. انا عايشة في نار، عايشة في جحيم. انت فاكرني زيها؟ ابدا يا حاج. احلف لك يا سلسة محمود. ده انا احلف بشرفها يا حاج. خدوني معاكم ما تسيبونيش انا. ابوس ايدك يا حاج. ايوه يا خالتي جاي حاجة. حاج خدني معاك، ابوس ايدك. خدني. حاضر. روح انت دلوقتي، واللي فيه الخير هيقدمه ربنا ان شاء الله. يلا يا محمود. العدل. ما كنتش بحب. وتعرف الجدع ده من زمان يا نعمة؟ بقالي 6 أشهر عرفت. يا دوبك يا روح خالتي. وبتحبيه؟ ايوه بحبه. ربنا يخليكي يا خالتي. كده؟ والله كبرتي وعرفتي تحبي وتنقلي خطيب على كيفك يا ست نعمة. لا يا خالتي، الكلمة كلمتك انت. كده؟ بعد ايه؟ بعد 6 أشهر حب وغرام؟ ما انتش معذبه البر من اللي ومش هتطلعي من هنا ابدا. صحيح صحيح يا خالتي. طبعا انت عايزه بسلامته خطيبك يطير في البر ويعمل لي بر كل ليله. اسمعي، البيت ده ما انتش خارجه منه لما يخرج عمك محروس من السجن. الكلمه كلمته والشوره شورته. انت سامعه؟ امركم. بيع واشتري فيا زي ما انتوا عايزين. لو كان ليا اب كان عارف يحميني منكم. والله هتوحشنا يا سي وحيد. كلها مده بسيطه وحصلك. انا عارف ليه ما تعرفتش بيك الا النهارده، بس ده انت سكره. كل شيء اسمه نصيب. امانه في رقبتك نهار ما تخرج بالسلامه لازم تفوت عليا، انا محلي في شارع جلال نمره 3. ان شاء الله. تجميلك هيفضل توقف في رقبتي لحد ما اموت. مفيش اي جميلك محروس. الله، ازيك يا جدع الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ الله، انا ما انساش انك طلعتني النهارده زي الشعره من العجينه قدام البيه المأمور. ده لولاك انت كان زماني جرشت هنا 7 أشهر. ربنا يجيب المعروف. اسمع، نهار ما تخرج بالسلامة وتلاقي نفسك معذور وأحوالك مش ولا بد، تفوت عليا تلاقيني تحت أمرك كل واجباتك. يا سلامة يا سي وحيد، ده أنت تستاهل السلامة وما ينسى الجميل إلا الخسيس، وأنا طول عمري راجل جدع وأفهم الأصول. الله، عيب. بقى بنت يتيمة زي دي، لا ليها أم تعطف عليها، ولا أب يواسيها، لجأت ليا ومتخلى عنها؟ مستحيل، ده أنا ما بقاش راجل. تعجبني يا أبو حنف، أهو ده كلام رجالة. انما انت مش وياه يا حبيبي، ان الشوك اللي حوالين الورده الحلوه دي صعب قوي، واحنا مش قد يا سي محمود. شوف يا عم، اذا عزمت فتوكل، وانا متوكل على الله. ونعم بالله يا ابني. ايه؟
ربنا يجعلك يا نعمة يا بنت حواء وآدم من نصيبك يا محمود. مين؟ أنا محمود. طيب. نعمت يا محمود. الله، ازيك يا نعمة؟ ازيك انت؟ ازيك يا روح؟ ازيك يا قلبي؟ ازيك يا حياتي؟ ازيك يا عقلي؟ انا من غيري عارفة بتبقى من غير عقل. ايوه ببقى مجنون، مجنون بيكي انت الدنيا، انت الكون. 7 ايام ما شفتكيش يا نعمة، 7 سنين، 7 اجيال. انا ما بروحش البار دلوقتي. شايف وشك حلو عليا ازاي؟ اسمعي انا جاي ابشرك، هنيجي ان شاء الله يوم الخميس وهلبسك الدبله. ايه؟ تلبسني الدبله يوم الخميس؟ انه خميس؟ الخميس الجاي ان شاء الله هلبسك الدبله، وبعد شهر هلبسها لك في ايدك الشمال. يسمع منك ربنا يا سي محمود. ما تنسيش بقى يوم الخميس. صباح على خير. بكره الخميس، بكره جاي العريس، بكره بكره الخميس، بكره جاي العريس، بكره كل الهنا، بكره ادوب انا، بكره كل الهنا، بكره ادوب انا، بكره بكره الخميس الخميس، بكره بكره الخميس. خلي بالك من البيت
واذا جه حد من المعازيم قبليهم كويس. ده انا اشيل كل المعازيم جوه عيني. لكن انت ما قلتليش رايحه فين يا خالتي. رايحه اقابله. تقابلي سي محمود؟ سي محمود ده يا الدلعادي. رايحه اقابل عمك محروس النهارده افراج ورايحه اقابله على باب السجن. امال الزيته والمزيكا اللي بره دي علشان مين يا روح خالتك؟ محروس. والله يا حاج الحقيقه بقى انا ما قدرتش اخبي يا بكار ولا تقول لي ده الله اصل حظي فرحني على غفله يا ولاد ايه رايكم ما نكتب الكتاب بالمره ايوه النبي يا حاج قال نوفر الملبس بالشربات خد يا اخويا الشبكه اهي لبسها العروسه كتر خيرك يا مشربوش تدخني يا طنط كتر خيرك يا ابني مشربوش احسن الا يا حاج انت كنت جيتني مره قبل كده ايوه يا بنتي كنت عايز تقول لي ايه يقطيع نسيت وهي دي حاجه تتنسي يا اسمك ايه محسوبتك لواحظ ودي حاجه تتنسي يا ست لواحظ ما احنا متكلمين فيها من يومين يوه فكرت وبسلامته العريس بسلامته العريس وبسلامتها ام العريس ودي خالته وانا بسلامتي ابوهم كلهم وابو العروسه كمان مش ننهي الموضوع ده بقى ونقرا الفاتحه ونقدم الشبكه اسمع يا ولدي نعم يا ابني انما يعني ولا مؤاخذه بالكلمه يا حاج مش برضو شايفها انها جليطه منك شويه جليطه وجليطه ليه يا ابني لان كان لازم تختارونا باعتبارنا رجاله البيت ولا الحكايه قفش وحضرتك راجل البيت لا مؤاخذة ما كنتش عارف العفو اصل كلامي كان مع الست ست ها انعم واكرم انما يعني مش عيب على راجل زيك شايب وقد والدي وتربط لسانك مع واحدة ست اصل ما شفتش رجالة البيت الله بكلمني كويس امال انت مش مال عينك ولا ايه ده انا ابوها معلش يا محروس الغلط مردود قهوة يا نعمت اسمع هذا يا فندم انت امك ده عيالك عشان جيت مع الراجل الطيب ده ممنون يا ابني انما قسما بالله العظيم ما تعذب البنت مره ثانيه ما اضيع عمرك انا سامع عيب يا محمود عيب يا محمود هي حصلت يلا بينا يا حبيبي ايوه يلا ما عندناش بلد عيب يا ابني عيب 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 يا راجل البيت ده احنا في بيتك ومعانا ستات صحيح
قلبتني بالكلمه دي. وعلى كل حال كل شيء اسمه ونصيب. يلا بينا يا اولاد. يلا بينا يا حاج. يلا يا محمود. يلا يا ابني. قاعد لوحدك ليه يا جميل؟ الله الله، انت بتعيطي؟ يا خبر، مين اللي زعلك؟ انت اللي زعلتني يا عمي. ما بلاش كلمة يا عمي دي، كان زمان بتليق وانت صغيرة، انما دلوقتي كبرتي وحلويتي. يا سلام، هم 7 سنين يعملوا كل ده. يا خبر يا عمي، انت اتجننت. هو انا بقى في عقل من ساعة ما شفتك؟ انت ساكنة هنا جوه قلبي، ساكنة على طول مؤبد يا نعمة. اوعى كده سيبني يا ابو. سيبك انت من اللي بتفكري فيه. خليكي معايا. أنا اللي أفهمك وأعرف مهامك، بكرة هخليكي تمشي على الدهب، هوكلك الدوز، هسيبك زي المية موارد، هفتح لك صالة، صالة يا نعمة. مش حرام عليك تقول لي كلام زي ده، ده أنت اللي مربيني، ده أنا زي بنتك. ويخلصك أربي وأكبر وأعملك حلويات، ويقعد في خردة زي ده، يخطفك مني. لا مش ممكن، مستحيل. مستحيل إيه؟ هو ده اللي هيكون، الكلمة هنا كلمتي، سامعة؟ لا مش سامعة. مش هتروحي يا بنت، بتفتحي عينك فيا يا بنت. جابك هنا يا بنتي؟ حاج سمع موت. حاج خبيني، حاج خبيني، ابوس ايدك خلصني. انت ما عندكش اولاد، اعزلني بنتك يا حاج. ده بيتك يا بنتي، ادخلي اتفضلي. تعالي يا نعمة تعالي. لا واحد، تعالي الحقيني. البنت هربت. مفيش غير هو اللي تعرفي بيته. اللي يسأل ما يتوحش. يلا بينا. يلا خليكي هنا بقى مع امك ومع خالتك، ولما نرجع من اسنادنا يحلها الكريم. إن شاء الله ربنا هينصرك عليهم وتبقى من اسمتك. يسمع منك ربنا. يا إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ يا جد. أهو كده. الله محمود. يلا يا عم. ارتاح يا بنتي. ارتاح يا حبيبي. يلا بينا إحنا يا أم محمود نشوف الشغل البيت. Thank you.
الحاج إمام خرج وحيرجع بعد شوية. تقدر حضرتك تستناه في القهوة تحت، لكن الهانم تتفضل تستريح هنا، ده بيتها ومطرحها. أنا مش جاية أضايف عندك. فين نعمت؟ موجودة يا بنتي. يعني كويس الفضايح بتاع ابنكوا دي؟ أنا راجل حر ودمي ما يقبلش كده أبداً. ده شرف يا والدتي تضيع عليه رقاب. ناولين السيجارة. ما حصلش حاجة لا سمح الله. أكتر من كده سرقتوا بنتي، أوديك كله مال. ما حدش سرق، أنا جيت هنا بنفسي. أنا ما أعرفكمش ومش هخرج معاكم. لا انت امي ولا انت ابويا، هنا امي وهنا ابويا، هنا اهلي وهنا عيلتي، هنا بيتي ومش هخرج من هنا تاني. انت هتخرجي ورجلك فاضي منه. اوعى بدينك عليها. دي بتران. ان كان لك عنده حاجه روح قبله، كلمه. لكن تتهجم على ستات ما تبقاش راجل ابدا. غلبتيني في كلامك. خليها عندكم. صحيح لا انا ابوها ولا دي امها. انما بقى ال العريس اللي هي حاطه عينها عليه مش هتشوفه ابدا، وانتم كمان مش هتشوفوه. انا لسه خارج طازه من اللومان ومستعد ارجع له تاني. خليكي بقى هنا يا ست نعمه. لا لا، انا خارجه معاكم. خدوني معاكم، موتوني، احرقوني. بس مالكش دعوه بس محمود، سيبه حرام عليك. دول اهله عاوزينه، امه عايزاه، لكن انا محدش عاوزه. سامحيني يا ستي، اعذريني، لازم انزل معاهم. لكن ايه، دي امي وده ابوي. لما يرجع في محمود قولي له يستاهل، قولي له ما يفكرش فيا تاني. أنا الشر، أنا النهر، حرام أحرق. يا ريتني ما جيت، يا ريتني ما شفتك ولا عرفت. خليكي قاعدة يا ست نعمة. لا، أنا جاية معاكم. سعيدة يا مدام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما يا وحيد.
اقعد معاك شويه يا ابو اين بيتك ومسرحك اين ابوك وامك يا ابو يا ابو الكلمه الحلوه دي اتحرمت منها يا ابو كنت اعمل وما بشوفش سامحيني يا انت يا سيدي ما افتكرلكش يوم قتل يا ابني انت وحيد المجرم اللي باع رضاكم واشترى غضبكم انسي يما لانه مات انا قتلته يما قتلته حياتك عنه وجاب مطرحه وحيد اللي يعرف قيمه الاب والام ويفهم سر حبهم لبناهم لما ربنا يديك يا ابني وتبقى اب هتعرف السر ده وتحس بيه عرفت يما وحسيت بيه هنا في دموعي بنتي بنتك وحيد جبت لي اولادي وحيد ربنا اداني بنتي يما وحرمني منها ماتت يا لالاي يا ريت يما يا ريت قال له كنت عرفت طريقها كلها يا كبت يا ما سالتش عليها يا وحيد سالت يما وحابه اسال بعد الشر يا لالاي كفوت بعد يما لازم انزل دلوقتي وحيد لا ما تنزلش ما تنزلش ابدا هنا بيتك ومسرحك ابوك وامك عايزينك يا ابني وانا ما استناش على الفراق لكن لازم انزل لازم اغير الهدوم الوحشه دي لازم اغيرها يا ابني والبس هدوم وحيد الافندي نظيف صاحب الشهاده الكبيره والوظيفه المحترمه توعديني يا اما انك ما تجيبيش سيره لابويا امرك يا ضلاي بس ما تغيبش عليا يا وحيد دي كانت غيبه طويله قوي يا ابني كان ربنا يطمني عليك وحيد خد الغوشتين دول يا ولما تحتاج ابقى ارجع خد لا انا خدت كتير قوي وعليا كتير ولازم ادفع وربنا يقدرني والنبي تدعي لي يا امي قلبي داعي لك دايما يا ابني ربنا يثبت اقدامك ويجعل في وشك الأبوة محروس يا فندم فين؟ مين عايزه؟ أنا اللي عايزه. وعايزه في إيه حضرتك؟ مسألة شخصية بيني وبينه. يا سلام يا سيدي، تعالى له بكرة بعد الظهر يكون نازل. أرجوك، دي حاجة ضرورية جدا. مستعجل أوي؟ أوي. إن كان كده تروح له البيت، علشان هو مش هينزل الليلة. عنوانه فين من فضلك؟ أقول لك يا سيدي. أنت مش هتخرجي من هنا أبدا، الليلة هتبقي مراتي. مش ممكن أتجوزك مش معقول. هو بكيفك؟ ده جواز يا نعومة، محروس عاوز كده، مفيش أي قوة تقف قصاده أبدا. حرام عليك ده أنت ضيع عندي. أنا الدبر. أنت فاهم إن أنا أسيبك
قاعد تعمل عمل زي ده انا اسجنك. مفيش اي قوة على الارض تقدر تحوشني عن جوازها. هتجوزها دلوقتي حالا هيجي المأذون ويكتفها لي بسلسلة من حديد. بقول لك ده مش ممكن يستحيل. اخصى عليك يا محروس، ده انا بحبك. ها عيب يا ولية تقول الكلمة دي، اختشي. كل واحد لازم يشوف مصلحة نفسه. بقول لك مستحيل يعني مستحيل. فيل ايه؟ هتجوزها يعني هتجوزها. عايزه تخرجي من هنا؟ ايوه يا خالتي، جوبك ثواب، خرجيني من هنا يا خالتي. هخلصك. هخلصك يا نعم. مستحيل يا خالتي. العمل بقى. اسمع ابو حنف، ما دام البيت فاضي دلوقتي والجو رايق نقدر نهجم كلنا مره واحده. لا اسمع يا استاذ خليل، نعم احنا دايما نروح نتعدى على بيوت الناس ونعمل اعمال مش من طبعنا. كويس. اه واحنا عمال يعني الناس صح، فلازم نمشي في السكه الصح. احسن طريقه نروح نبلغ البوليس. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. اتفضل يا استاذ الانس، اتفضل. ده انت ليلتك ورد ليلتك. هنا ده انت ليلتك مهببه. تقول ايه؟ ولعتها بالدنيا، حرقتها بالجاز. العذاب اللي انت شفته كفر عن كل اعمالك. كتر خيرك يا حاج، كتر خيرك. انا معايا ضيف عزيز قوي عليا ومش غريب عنكم برضه. مين يا ابني؟ بنتي. يا بنتك انت ليك اولاد؟ ايوه يا ابني. لقيتها يا ابني، لقيتها. نعم يا نعم. الله نعم يا رب. يا بنتي يا بنتي يا بنتي.